الانسان بني عبد الفتاح يلا يا ملعب في الملعب بيساب قدام الخطيب على صدره وبيشوط كل واحد يعمل الاهلي صاحب مساء الخير عليكم جميعا. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن اول موقف تربوي في تاريخ الاهلي على المستوى الرياضي. موقف حط الاساس في التعامل مع اي خروج عن النظام يحصل من اي لاعب. ست لعيبه من الفريق الاول قدموا استقالتهم عشان يلعبوا لفريق تاني. واداره الاهلي اتعاملت مع الموقف بقوه وصرامه من منطلق ان المبادئ فوق البطولات واتكلمنا عن موقف اللجنه العليا للنادي الاهلي وانحيازها لنشر الرياضه في ظل ازمات ماليه عنيفه فرغم الازمات اصرت قيادات الاهلي على الاستمرار في دعم المنافسات لنشر الرياضه بين المصريين فدعمت لعبة التنس رغم قلة مواردها وقفت والرأي سكرتير لعبة التنس اللي قال فيه النادي مخصص للرياضة وليس للكسب ويمكن تدبير الكسب عن أي طريق تاني وأخيرا اتكلمنا عن تسبب ثورة 1919 في تراجع عدد الأعضاء وبالتالي تراجع موارد النادي من الاشتراكات ومش بس كده توقفت اغلب انشطه النادي كاس احمد حشمة باشا ما تلعبش والاهلي ما اشتركش في بطوله كاس السلطان حسين وتم الغاء معظم المسابقات الرياضيه وكمان توقف تنظيم الحفلات بالنادي المباريات والمسابقات المختلفة والحفلات كانوا مصدر دخل رئيسي للنادي جنب الاشتراكات. لكن كان ده قدر النادي في الوقت ده. لأن أعضائه كانوا وقود ثورة 1919 اللي كان أهم مكاسبها ظهور شعار مصر للمصريين. شعار أثر على كل مناحي الحياة في مصر ومنها الرياضه فبدا مشوار تكوين اتحادات رياضيه مصريه في نفس السنه وبدا بلجنه شكلها اعضاء الاهلي لتاسيس اتحاد رياضي للانديه. وتم الاعلان عنها في 6 فبراير 1919 لكن ما اكتملتش لقيام ثوره 1919 لكن في مطلع 1920 حدث أول صدام حقيقي بين المصريين اللي كانوا بيسعوا لتمصير الرياضة المصرية والاتحاد المختلط بقيادة أنجلو بولاناكي وكان اختيار البعثة الأولمبية المصرية في دورة أنفرس 1920 محور الصراع اللجنة الأولمبية الدولية بعتت دعوة لمصر عشان تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقرر اقامتها بمدينه انفرس اللي هي في بلجيكا واللي اسمها بالانجليزيه انتورب في الوقت ده كانت اللجنه الاولمبيه بيسيطر عليها الاتحاد المختلط ورئيسه انجلو بولاناكي انجلو بولاناكي كان سجل نفسه كممثل لمصر في اللجنه الاولمبيه الدوليه فاتصل بالحكومة المصرية بصفته عضو اللجنة الأولمبية الدولية وطلب موافقتها بإرسال بعثة تشارك في الدورة الأولمبية. وكمان الحكومة تتحمل تكاليف سفرها. الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء شكلت مجموعة لجان لاختيار البعثة المصرية. وهنا حصل الصدام. الأندية المصرية وعلى راسها الاهلي شايفه ان اختيار البعثه امر مصري خالص وده عكس رغبه انجلو بولناكي وعكس رغبه الاتحاد المختلط اللي مصمم يفضل مسيطر على الرياضه المصريه لكن رغبه المصريين انتصرت في كره القدم على سبيل المثال اتشكلت لجنه لاختيار الفريق برئاسه جعفر ولي باشا وكيل النادي الاهلي وضمت اعضاء من مختلف الانديه يعني عن وزاره المعارف مستر سامسون ومستر سامسون كان مراقب الالعاب في الوزاره وكمان نظر مدرسه المعلمين في نفس الوقت ومحمد افندي صبحي من النادي الاهلي وابراهيم افندي علام من نادي القاهره ونقول افندي عرقجي من نادي المختلط، واسماعيل افندي يسري من نادي السكه الحديد، وطه افندي السرجاني من نادي العباسيه، وتم تعيين محمد افندي صبحي سكرتير اللجنه. ونفس الامر اتكرر في باقي الالعاب اللي هتشارك في الدوره الاولمبيه، وفعلا شاركت مصر في العاب كره القدم والجمباز ورفع الاثقال والمصارعه والعاب القوى وسلاح الشيش ببعثه تكونت من 24 لاعب. ضم منتخب مصر لكره القدم من الاهلي كامل طه ومحمد السيد ورياض شوقي وزكي عثمان ومحمود مختار صقر وحسن علي علوبه. وضمت كمان في سلاح الشيش اول لاعب اولمبي مصري اللي هو أحمد حسنين بك اللي شارك وهو طالب في دورة ستوكهولم سنة 1912 أحمد حسنين بك اللي بقى بعد كده أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي ورئيس النادي الأهلي في منتصف الأربعينيات كان أهم نتائج الدورة حصول المصارع احمد رحمي على المركز التاسع في المصارعه الحره تحت 75 كيلو. اما منتخب مصر فلعب يوم 28 اغسطس سنه 1920 مع ايطاليا وخسر 2-1 ودي كانت اول مباراه رسميه في تاريخ منتخب مصر لكره القدم. ومثل المنتخب في المباراه كامل طه محمد السيد عبد السلام حمدي رياض شوقي علي الحسني جميل عثمان توفيق عبد الله حسن علوبه حسين حجازي سيد اباظه زكي عثمان ويعتبر هدف مصر في المباراه اول هدف رسمي في تاريخ منتخب مصر لكره القدم وسجله لاعب الاهلي زكي عثمان. بعد كده لعب منتخب مصر يوم 2 سبتمبر 1920 مع يوغوسلافيا. وكانت المباراه على مراكز الترديه عشان نحدد الترتيب العام. وفاز منتخب مصر 4-2 وده كان أول فوز رسمي لمنتخب مصر في تاريخ كرة القدم المصريه. وأحرز أهداف المنتخب سيد أباظة هدفين. وهدف لكل من حسين حجازي وحسن علوبه الصدام اللي حصل في تشكيل بعثه مصر في دوره انفرس الاولمبيه 1920 كان بدايه حقيقيه لتغيير فكر المصريين تجاه الرياضه الرياضه المصريه ملك مين احنا ولا الاجانب وليه الاجانب يدروها ما احنا نقدر نديرها وبكفاءه كمان فنجح المصريين بقياده جعفر ولي باشا وكيل النادي الاهلي في فرض رؤيه المصريين في اختيار افراد بعثه مصر الاولمبيه وبدا دور الاهلي في قياده عمليه تمصير الرياضه يظهر بوضوح وكان ده سنه 1920 كانت تداعيات ثوره 19 ما زالت بتسيطر على اجواء العاصمه. ففي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يوم 19 مارس 1920 اعلن احمد فؤاد انور سكرتير النادي التالي راينا محافظه على راحه الاعضاء عدم السماح للاجانب بدخول بناء النادي ولما كان هذا المنع يتطلب بناء أوضة ليخلع فيها اللاعبون من غير الأعضاء ملابسهم شرعنا بناء هذه الأوضة وتم بناؤها وأدخلت إليها مواسير المياه ولكن نظرا لارتفاع أسمان الأخشاب لم يتم عمل السقف للآن وقد بنينا مخزنا كان النادي في حاجة إليه وأتعشم أن يتم عمل السقف قريبا حتى ينتفع النادي من هذا البناء. القرار ده كان أول قرار من نوعه في تاريخ الأهلي. الأهلي في الوقت ده كان بيضم أعضاء أجانب من جنسيات مختلفة. وبيدخلوا مصريين وأجانب برضه بس بتذاكر. تم منع دخول أي أجنبي مش عضو في النادي. وده كان يوم 19 مارس 1920 ومن الأخبار المحزنة سنة 1920 كان وفاة أحد نجوم أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي واللي قال عليه حسين حجازي أمهر من لعب مع الكرة وهو حسنين محمد الشهير بزوبة والحقيقة الجمعية العمومية للنادي نعيته يوم 19 مارس 1920 وبعد سنتين عانى فيهم النادي من اثار ثوره 1919 جت سنه 1921 السنه دي شهدت احداث كتير مهمه ازدهار في انشطه النادي وزياده في مساحته وقطار تمصير الرياضه المصريه انطلق بلا توقف بدا النشاط يرجع لكن ببطء وتقرير حالة النادي عن عام 1921 واللي القاه سكرتير النادي فؤاد بيك اباظه في الجمعية العمومية المنعقدة يوم 20 يناير 1922 ذكر الاتي: سافر فريق كرة القدم إلى بورسعيد وتبارى مع الفريق المنتخب هناك منتخب من اديه بورسعيد فلم يتغلب احد على الاخر يعني المباراه انتهت بالتعادل ثم سافر الى اسيوط واحتفل هناك احتفالا فخيما للغايه وعاد مكللا بالفوز ونفس الامر عمله فريق التنس اللي سافر اسيوط ولعب مع فريق اسيوط مساحة النادي الأهلي عند تأسيسه كانت أربع فدادين وثمان قراريط و17 سهم وفي منتصف عام 1921 استلم النادي قطعة أرض جديدة وجف في الجمعية العمومية للنادي الآتي فبعد مخابرة مصلحة الأملاك الأميرية قد صار استلام قطعه ارض جديده غرب النادي مساحتها نحو الاربعه فدادين ولانها كانت منزرعه اشجارا ونباتات مختلفه فقد اقتص بعضها ووضع دربزين خشب على حدودها واعدادها لتكون ملعب كره اخر تام الابعاد وازداد الملعب الحالي ببعض ياردتين. يعني حوالي ياردتين الصيغة كده عن المسافات اللازمه للابعاد الدوليه الرسميه وبوجود هذين الملعبين يتمكن النادي من السماح لبعض فرق الكره باللعب في النادي مقابل رسوم يتفق عليها الارض اللي ضمها النادي كانت بالظبط ثلاث فدادين و21 إيرات و18 سهم وبكده اصبحت مساحه النادي تمن فدادين وست قراريط و11 سهم. يعني تقريبا كده مساحه النادي بقت الضعف. الملعب الرئيسي للنادي كان مسحوم بانشطه مسابقات الطلبه زي كاس احمد حشمت باشا وسداسيات كره القدم وغيرها من المسابقات. في نفس الوقت ملعب الاهلي أصبح ملعب القاهرة الأول وكل الفرق عايزة تلعب عليه عشان بيجيب إيراد كبير هي باقي ملاعب الأندية ما ينفعش يتلعب عليها؟ لا طبعا ينفع بس ملعب الأهلي متميز بحاجة مختلفة النادي سايب مساحة كبيرة حوالين الملعب المساحة دي بتسمح بوجود متفرجين وكان النظام انه بيتم وضع كراسي حوالين الملعب ووراهم اللي عايز يقف يتفرج يقف وكل مكان له اجره مختلفه اللي يتفرج وهو واقف يدفع تذكره اقل من اللي بيتفرج وهو قاعد على كرسي مش بس كده كان بيتعمل خيمه كبيره للمشاهدين زي زي صوان كده عشان الناس تقدر تقعد في الظل وهي بتتفرج ودول بيدفعوا طبعا تذكره قيمتها اكبر. النظام ده كان بيجيب ايراد كبير مختلف عن اي نادي تاني. وعشان كده وزي ما قلنا كانت الانديه بتسعى للعب على ملعب الاهلي اكتر من اي ملعب تاني. لما الاهلي خد ارض جديده وعمل ملعب جديد اصبح الملعب الجديد مخصص لمسابقات النادي المختلفه زي كاس أحمد حشمت باشا. وبالنسبة للملعب القديم إدارة الأهلي أصدرت قرار بتخصيص يومين الثلاث والجمعة من كل أسبوع لتدريب ومباريات فريق الكرة بالنادي. وباقي أيام الأسبوع يتأجر الملعب للي عايز. وفعلاً في فرق كتير طلبت تأجير الملعب أسبوعياً طول موسم كرة القدم. يعني من شهر اكتوبر لغاية شهر مايو وكان ايجار الملعب من خمسة جنيه لعشرة جنيه يعني تقريبا كده كان بيحقق ايراد قدره خمسة جنيه في الاسبوع واصبح ايجار الملعب الرئيسي من مصادر دخل النادي اللي بيصرف منها على الانشطة الاخرى لكن واحنا بنبحث في محاضر مجلس الاداره والجمعيه العموميه لفت انتباهنا في تقرير حاله النادي اللي قاله سكرتير النادي فؤاد بك اباظه تعليقه على حاله بوفيه النادي تعالوا نشوف قال ايه استدعت حركه تردد الاعضاء على النادي النظر في اصلاح حاله خصوصيه البوفيه وقاعه الجلوس فصار حل شركه البوفيه بعد عقد جمعيتها العموميه وضمها للنادي وقد اسعدنا الحظ بان قبل صاحب السمو الامير اسماعيل داود اداره البوفيه فساعد ذلك في ترتيبه وتنظيم قاعه الجلوس فتحسنت حاله النادي كثيرا من هذه الوجهه واقبل الاعضاء عليه وكثر ترددهم وزادت اجتماعاتهم. ونقف هنا عند نقطتين. النقطه الاولى شركه البوفيه. ايه شركه البوفيه دي؟ نشوف تقرير الجمعيه العموميه عن سنه 1915 بيقول ايه عن تاسيسها. بوفيه النادي كان دايما الاعضاء بيشتكوا منه فقرر بعض الاعضاء في 26 ابريل 1915 يعملوا شركه مساهمه تدير البوفيه ويقتسموا ارباحها واقرت اللجنه التنفيذيه الفكره وفعلا اجتمعت الجمعيه العموميه للمساهمين وقررت تاسيس الشركه وضعت ليحه للشركه وانتخبت اعضاء مجلس الاداره وعينت رئيسها. البوفيه ما كانش بيكسب في شهور الصيف اللي بيقل فيها حركه الاعضاء على النادي ولكن في الشتاء وده موسم العمل وتوارد الاعضاء على النادي بتزيد الحركه وبالتالي البوفيه بيكسب. طبعا مش محتاجين نقول لكم ان زمان كان الطلبه في الصيف بيرجعوا لمحافظاتهم وقراهم والموظفين بيتنقلوا لمقر الحكومه الصيفي في الاسكندريه لما نشوف النهارده في الانديه نلاقي العكس تماما حركه النادي في الصيف اكتر بكتير من الشتاء استمرت شركه البوفيه في النجاح سنه ورا سنه وكانت ايراداتها دايما بتزيد عن مصروفاتها، ومجلس اداره الشركه قرر وجود دفتر للشكاوي يدون فيه حضرات الاعضاء من آن لاخر الملاحظات التي تبدو لهم، وكان المجلس المذكور ينظر فيها ويتخذ ما هو لازم لراحه الاعضاء. لكن كان من تداعيات ثوره 19 ان البوفيه بدا يخسر والحاله بقت سيئه فتم حل شركه البوفيه وضمه للنادي. النقطه الثانيه اللي جت في التقرير وشدت الانتباه ان صاحب السمو الامير اسماعيل داوود يقبل اداره البوفيه. عارفين مين الامير اسماعيل داوود نقول لكم مين الامير اسماعيل داوود اللي قبل اداره بوفيه النادي الاهلي الامير اسماعيل داود من امراء اسره محمد علي وكان قائد سلاح الفرسان في عهد الملك فاروق لكن الاهم من كل ده ان الامير اسماعيل داود هو الرئيس الثالث للجنه الاولمبيه المصريه سنه 1938 وحتى 1946 تخيلوا بقى ان اللي كان بيدير فيه النادي الاهلي وراحت الاعضاء كان الامير اسماعيل داوود النادي ده دا يا جماعه ما كبرش من فراغ نادي بناه كبارات مصر الوطنيين عشان الطلبه والموظفين ما عملوهوش ابدا لنفسهم لا حطوا اساس ونظام ونفذوه وكانوا قدوه بتواضعهم. علموا الاعضاء معنى الاداره عمليا مش بالكلام. ربوا كوادر قادة الرياضه المصريه بعد كده. ومن ضمن الافكار الاداريه اللي تم تنفيذها عام 1921 فكره جت في تقرير حاله النادي عن عام 21 واللي القاه سكرتير النادي فؤاد بيك اباظه بالجمعية العمومية يوم 20 يناير 1922 فقال ايه في الاجتماع؟ في الاجتماع الاول للجنة التنفيذية الحالية وكان ذلك بتاريخ 11 ديسمبر 1920 اعدنا النظر في ايضاح مبدا سبق اقتراحه على اللجنه التنفيذيه في 15 اكتوبر 1920 يقضي بأن كل فريق من فرق الالعاب بالنادي ينتخب لجنه منه لتسيير اعمالها وتضم اللجنه التنفيذيه عضوا يمثلها بكل لجنه من هذه اللجان وتقوم كل لجنه بانتخاب سكرتيرها الذي يكون مسؤولا امام سكرتير النادي عن اعمال لجنته ويكون سكرتير النادي عضوا في جميع اللجان بحكم وظيفته وقد وجدنا عمليا ان هذه الخطه افادت كثيرا اذ كل جماعه من جماعات الالعاب كالكره والتنس وخلافه تعمل لترقيه فريقها وتنشيطها واداره مبارياتها ده كان اسلوب جديد للاداره وتربيه للكوادر والقيادات كل فريق يختار سكرتيره اللي هيكون مسؤول امام سكرتير النادي وزي ما احنا عارفين سكرتير النادي يعني مديره التنفيذي وسكرتير الفريق يعني كده زي مدير الكره في الايام دي كان اختيار سكرتير الكره او اي لعبه بيكون من افراد الفريق نفسه وبيختاروا سكرتير النادي. طب ليه الفريق نفسه ما يختارش من يمثله من داخله؟ الطريقه دي افضل. لان سكرتير النادي صعب يكون على علم بقدرات افراد الفريق الاداريه. ليه ما نسيبش التجربه تطلع لنا كوادر؟ أكيد أفراد كل فريق لما يختاروا سكرتير للفريق هيكون الشخص الأقرب ليهم المنظم صاحب الشخصية ممكن يغلطوا مرة ويختاروا سكرتير بيحبوه لكن مش إدارجي لكن مؤكد التجربة هتخليهم يجيبوا حد شخصيته قوية يقدر يدير الفريق ويتعلم إدارة من كبار قيادات النادي ويبقى كادر إداري بعد كده. وبعد ما أصبح في كوادر إدارية ما بقاش سكرتير الفريق من لاعبيه. لأن مع دخول المسابقات وتعددها بعد تأسيس اتحادات للعبات المختلفة، زادت المهام الإدارية. وأصبحت تحتاج لسكرتير متفرغ عشان اللعيبة تتفرغ وتركز في المباريات. وبقى اختيار سكرتير كل فريق من الكوادر اللي اتعلمت اداره وشافت فيها اداره النادي سمات شخصيه تقدر تعتمد عليها، يعني مثلا في الوقت ده كان اللعبتين الاكثر اقبالا وشعبيه كره القدم والتنس. لما نستعرض الاسماء اللي كانت فيهم واصبحت كوادر في الاهلي وفي الرياضه المصريه هنلاقي مين؟ الكوادر اللي خرجت من كرة القدم وأصبحت من قيادات الرياضة والأهلي أحمد فؤاد أنور وفكري أبازة وفؤاد أبازة ورياض شوقي ومحمد مطكور كل دول لعبوا في فريق كرة القدم بالنادي وبعدها أصبحوا قيادات ومنهم اللي تدرج في مجلس إدارة النادي كعضو وبعدين وصل لمنصب وكيل النادي زي احمد فؤاد انور وفؤاد اباظه ومحمد مدكور وفكري اباظه ورياض شوقي اللي تولى منصب امين الصندوق لفتره طويله قوي. وعلى مستوى الاتحادات كان احمد فؤاد انور وفؤاد اباظه ورياض شوقي من كبار قيادات اتحاد الكره منذ تاسيسه. كمان هنلاقي ان اللجنه التنفيذيه للنادي ضمت من الرعيل الاول للاعبي كره القدم زكي سري وحسين حجازي واحمد مختار وحسين البابلي وكامل طه ومحمود اباظه والسيد اباظه وابراهيم فهمي ومحمود مختار صقر وغيرهم وغيرهم وفي التنس كان بهجه الشربجي بهجه الشربجي بيعتبر ابو لعبه التنس في الاهلي بدأ مع افتتاح النادي الاهلي لاعب، وبعدين بقى سكرتير للعبه التنس سنه 1913، وعضو اللجنه التنفيذيه بالنادي، وبعدها بقى احد قيادات اتحاد التنس بعد تأسيسه. منهج ادارات الاهلي المختلفه في تربيه القيادات والكوادر استمر عبر سنوات طويله منذ تاسيسه ولحد النهارده. هنلاقي في كل جيل من اجيال الفرق الرياضيه المختلفه لاعبين توسمت فيهم اداره النادي سمات القياده فشجعتهم ودربتهم. الاول يبقى سكرتير للفريق اللي كان بيلعب فيه. نجح ممكن يتم تصعيده لمنصب اكبر. المدرسه دي خرجت رؤساء اتحادات عالمية زي عبد المنعم وهبي رئيس الاتحاد الدولي للسلة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعمر علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة كمان تولى بعد قياداته منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية زي الامير اسماعيل داوود ومحمد طاهر باشا وعبد المنعم وهبي وعبد العظيم العشري وتولى عبد العزيز الشافعي منصب رئيس جهاز الرياضه وخرجت رؤساء اتحادات رياضيه مصريه مختلفه وقبل ما نسيب تقرير الجمعيه العموميه عن عام 1921 في حاجه طريفه نحب نقولها في الجمعيه العموميه سكرتير النادي بيقول تقرير عام عن حاله النادي وبعد كده كل سكرتير لعبه بيقول تقرير عن حاله اللعبه خلال العام المنتهي تعالوا نستعرض مع بعض تقرير سكرتير كره القدم واسلوب صياغه الكلام عن المباريات والاهداف في الوقت ده من ابتداء الموسم تسابق النادي 15 مسابقه في مصر وواحده في الاسكندريه كانت النتيجه فوز النادي في 13 منها وتساوى في واحده وغلب في اثنين اما عن عدد الاشواط في هذه المسابقه فكان خمسة وخمسين شوطا للنادي ضد 13 على النادي <applause> اللي يقرأ الكلام ده يفتكر للوهلة الأولى إن الأهل لعب في 16 مسابقة لكن واضح إن المقصود هنا بكلمة مسابقة هي مباراة يعني الأهل لعب 16 مباراة كسب 13 وتعادل في مباراة وخسر مباراتين طيب تعالوا نشوف حكاية الخمسة وخمسين شوط دي المقصود بالأشواط هنا الأهداف يعني الأهلي أحرص في الستاشر مباراة خمسة وخمسين هدف واستقبل مرمى 13 هدف يعني الهدف كانوا بيقولوا عليه شوط يمكن جاي من شوطة مثلا مش عارف بالظبط طبعا دلوقتي صياغه الجمله تغيرت خالص لكن نهايه سنه 1921 وبالتحديد في اكتوبر منه حصلت حاجه كانت البدايه لتغيير شامل في الرياضه المصريه والحاجه دي هنعرفها لو احيانا واحياكم ربنا في الحلقه القادمه ان شاء الله